السلام عليكم متابعين، كي دايرين لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا على خير. اليوم جيت نصاوب معكم بولفاف د العيد. الطريقه ديالها طريقتي، وكل واحد والطريقه ديالو، وهذه هي الطريقه ديالي جيت نشاركها معكم. هادو هما اللي عندي كي كتشوفوا الكبده، وهنا عندي الشحمه، هذه اللي كنديروا، هذا غنقطعها، ندير الكبده تشوى في المجمل هي الاولى، وعاد نقطع هادو باش نلفف فيهم داك الكبده. التوابل عندي هنا الملحه، الكمون، الفلفله الحاره، الفلفله الحمراء شويه، هادشي اللي عندي. غنبدا بسم الله. انا المجمر درته كيزند. هكذا الطريقه ديالو هي الاولى، كنديرو بحال هكذا، كنديرو عليه شويه ديال الملحه، كنفتحوها بحال هكذا غير باش تشوى لينا الكبده، باش تشوى مزيان. ندير هاد الفتحات هادو كينفعو هكدا مزيان. صافي، دابا خصني نحطها في المجمر حتى تشوى مزيان، عاد نقطعها ونعاود نكمل معاكم. ها المجمر بعد ما زند، ها هي دابا الكبدة غادي تشوى هكدا مزيان، حتى تشوى مزيان عاد نقطعوها ونرجعو ان شاء الله باش نكملو الماء اللي باقي. ها هي الكبده من بعد ما شويتها، هي مازال سخونه، غير كتشوى المره الاولى بحال هكذا. الشحمه قطعتها بحال هذا الشكل هكذا، ها هي انا درتها هكذا حيت غادي نلف فيها هكذا، كلها قطعتها بحال هكذا. الكبده كلها نقطعها بحال هكذا مرصويات، هذه الطريقه هذه. هذه هي الشكل ديال الكبده ديالنا هكذا، وهاد الشحمه هذه حتى هي قلت لكم قطعتها. دابا انا غادي نتبلهم بجوج، ندير شويه ماشي بزاف، 4 معالق ديال التحميره حتى هنايا، باش داك الشحيمه حتى هي كتدخل فيها داك العطريه كتجي زوينه. الكمون نديرو منه بزايد معلقه صغيره، الفلفله الحاره على حسب، يدي حاره بزاف، انا درت غير 4 معالق هنا، واحد شويه هنايا ماشي بزاف. بالنسبه للملحه انا درت في الكبده بلا ما ندير، غندير غير شي شويه ماشي بزاف، غير واحد قريصه ديال الملح في الشحمه. صافي، هادشي اللي غادي ندير. صافي،
وهذه حتى هي كندير لها بحال هكذا، كندخل فيها داك التوابل صافي، وكنصوبوا القطران ديالنا. اللي ما كياكل شاي الشحمه على حسب كل واحده شنو بغا، اللي ما كياكل الشحمه ما يديرهاش، هي من الاحسن كتدخل فيها داك اللي دام في الكبده، وداك الساعه اللي بغى يحيدها يحيدها، ماشي ضروري ياكلها، غير كنلفوها بحال هكذا. نعاود نشوفها الثاني شحيمة اخرى، كنزيروها مزيان باش ما تحيدش عليها داك الشحمه صافي، وكنبقى بحال هكذا حتى نكمل القطيب كامل، وعاد نديرهم يتشواو. انا غادي نكمل بحال هكذا ونرجع معكم ان شاء الله في النهايه باش تشوفوا الكباب ديالنا. هذه بولفاف ديالنا كيفاش جا صافي. ها هما القطبان ديالنا ديال بولفاف، فكملتهم بسم الله، غنديرهم هنا يتشواو. نخليهم يتشوا ان شاء الله ونرجع معكم بعد ما يتشوا. هذا هو بولفاف ديالنا، هو وجد، هو تشوا مزيان. كنتمنى ان شاء الله الطريقه ديالي توصل للمبتدئات اللي مازالين ما كيعرفوش يصاوبوا خليتكم على خير، وعيد مبارك سعيد ان شاء الله بالصحه والسلامه، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر ان شاء الله، وشكرا.